وصفة فتة الزبادي. يلا بينا. فتة الزبادي مقاديرها كالتالي: كيلو صدور دجاج، انا مش هقطعها مكعبات زي ما مكتوب كده، تعالوا انا هوريكم هقطعها ازاي بالظبط. بصله مفرومه، ثوم مفروم، كوبايتين رز ابيض، معلقتين كبار زيت، عيش شامي محمص، محمص او محمر، هقول لكم الفرق ما بين الاثنين في الطعم ايه وفي الكالوريز طبعا انتوا عارفين. كوبايتين مرق الدجاج، علبتين زبادي، ونص كوبايه طحينه، 4 فصوص ثوم، معلقتين كبار عصير ليمون، ملح وفلفل اسود اسود، نص كوبايه سوداني محمص، ورق بقدونس او ورق كزبره على حسب بتحبوا ايه، وجنزبيل باودر. لو تلاحظوا ان مفيش توابل في الوصفه دي غير الفلفل الاسود، غير الملح يعني، الملح مش تابل، بس غير الملح في فلفل اسود وجنزبيل باودر بس، مفيش اي حاجه تاني. الموضوع مش محتاج كميات كبيره من التوابل، احنا محتاجين بس ايه، نوزن الطعم كده ونظبطه، مش محتاجين نزود توابل. يلا بينا تعالوا نخش على الوصفات. هبتدي بايه اول حاجه؟ بالرز. هحط الرز على النار يستوي. يلا هنعمل ايه عشان نسوي رز بشكل بسيط جدا؟ هاجي هنا كده اجيب الزيت، احط الزيت هنا في الحله، وبعدين هروح جاي واخد الرز وانزل بيه هنا. ده رز متوسط الحبه اللي هو الرز المصري المعتاد، يعني في انواع مختلفه من الرز، في رز طويل الحبة ورز متوسط الحبة، في أنواع كتير من الرز. هنستخدم الرز المصري العادي، نديله كده تقليبة. ونشوف بقى هنعمل إيه. هاجي كده هاخد مقدار معلقة من البصل المفروم، هحطه على الرز، هينكه الرز ويديله ريحة حلوة جدا، واخد كده رشة من الملح مش كتيرة عشان هحط مرقة وفلفل أسود، وارجع ادي تقليبه كمان. اول ما اشم كده ريحه البصل، ده معناه ان البصل بيتشوح، طلع ريحه حلوه جدا. طب وبعدين؟ شوف حالا دلوقتي. يلا دلوقتي اقدر انه انا انزل بالمرقه، هجيب المرقه وانزل بيها هنا. طب هل كده كميه السائل كافيه لتسويه الرز؟ لا، فبعمل ايه؟ ما تحطوش مرقه تاني، هنزود ميه عشان الاكل ما يبقاش حادق. زود كده شوية مية مناسبين لتسوية الرز. يلا وهنعمل ايه؟ هنغطي بقى الحلة دي ونسيب الرز ده يتشرب، بعد ما يتشرب نغطي عليه ونسيبه نفس الطريقة بتاعت تسوية الرز المعتادة. في طاسة على النار، الطاسة دي هنسخنها كويس جدا ونعلي عليها درجة الحرارة، ونروح نجيب إناء متوسط الحجم عشان الفراخ بقى. يلا بينا يا استاذه سمر. هنعمل ايه؟ هنجيب الفراخ وهتيجي ناخد منها شرايح كده. بصوا بقى الشريحه، هتحطوا صدر الفرخه قدامكم، والشريحه اللي هتاخدوها تبقى شريحه مائله، وتبقى السمك بتاعها مش كبير. شايفين السمك بتاعها عامل ازاي؟ اهو. احنا بنحاول نعمل ايه؟ احنا بنحاول نحاكي الشاورما الحقيقيه. فبنعمل ايه؟ بناخد كده ايه، شرايح من الفراخ، زي ما الراجل كده بتاع الشاورما هو واقف على سيخ الشاورما وماسك السكينه الطويله بتاعته دي، مش بياخد كده شرايح، احنا بنحاول ناخد شرايح شبيهه بالشرايح اللي الراجل الفاضل بتاع الشاورما بياخدها. شايفين؟ يلا بينا. يلا هنستمر بقى في العمليه دي كده لغايه ما نقطع قطع الفراخ اللي عندنا كلها. كل ما كانت السكينه احمى كل ما كانت مهمة قوي دي. انتوا عارفين لما السكينة تبقى حامية كل ما احتمالية ان احنا نتعور تبقى اقل، على حسب ما ناس كتير جدا بتبقى فاهمة. ليه بقى؟ السكينة الحامية ما بتعورش زي السكينة التلمة، لان السكينة التلمة بتستدعي انه احنا يبقى في عزم قوي. يعني لما السكينة دي تلمة هقعد اعمل كده جامد قوي عشان اقطع، الحركة العنيفة دي تعورنا بسهولة. لكن ما تكون السكينة حامية خلاص بيبقى الموضوع سلس جدا. الفراخ نحطها هنا، ناخد بقى رشة من الملح ورشه من الفلفل الاسود والجنزبيل الباودر، نحطه هنا، وناخد مقدار من الزيت. مقدار قد ايه كده؟ مقدار معلقتين من الزيت زي ما احنا اتفقنا، احنا متفقين على ده وقلناه في المقادير. بس ايه، انا خدت فيه رزايه كده في الطبق. حلو، هعمل ايه كمان؟ محتاج اخد توم. التوم ده هقطعه
سلايسز كده شرايح. حلو، نفس الكلام كده. يلا هروح واخد التوم ده واروح نازل بيه هنا على الفراخ. ايه كمان؟ ولا اي حاجه كمان. هجيب ده هنا كده واروح مقلب الفراخ دي كده مع بعض. طيب لما نيجي بقى نعمل حاجه شبه كده، هل نحط زيت في التتبيل؟ ما تحطوش زيت في التتبيل الا بعد اضافه التوابل الرئيسيه. ليه بنعمل كده؟ هقول لكم بقى ليه بنعمل كده. لانه احنا لو حطينا زيت من البدايه، الزيت ده هيعمل عازل، هيعمل عازل ما بين ايه؟ هيعمل عازل ما بين الفراخ وما بين التوابل، وده احنا مش عايزين نعمله. يلا بينا. بصي بقى يا سمر احنا بنعمل ايه؟ بناخد شرايح الفراخ وبنحطها كده واحده واحده. اللي احنا بنعمله ده كده مش ايه؟ يعني مش حسوكه، لا ده مهم وهقول لكم حالا ليه مهم. مهم ان احنا نحطهم واحده واحده. اه مهم ان احنا نحطهم واحده واحده، ومهم ان احنا ما نملاش الطاسه. طيب بنعمل ايه بقى؟ هنجيب مساكه ونبتدي نقلب الفراخ كده. بصوا عشان كل حته من الفراخ يبقى شكلها محمر بالشكل الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده. نعمل كده اهو. يلا وانا استمر في تقليب الفراخ. حلو. بتاخد قد ايه الفراخ دي على النار؟ يعني من دقيقتين لثلاث دقائق بس، بيكون الموضوع انتهى. هنجيب بقى طبق نضيف يا سيدي على الكادرات. ايش؟ طيب هنعمل ايه بقى؟ نجيب هنا طبق. الطبق ده هنبتدي كمان دقيقة واحدة بس هنطلع فيه قطع الفراخ اللي استوت بالفعل. طب هل هي كده لحقت تستوي؟ اه لحقت تستوي. لو سيبناها اكتر من كده هتبقى مستويه تسويه زائده عن الحد اللازم، ودي احنا مش عايزين نوصل له. محتاجين نشوف الرز عشان لو كان اتشرب محتاجين نوطي عليه ونسيبه يستوي بقى في سلام. شيلوا بقى لو في اي توميه او حاجه كده شيلوها عشان ما تتحرقش. نفس الكلام هرجع تاني هنا واروح حاطط شرايح الفراخ واحده واحده كده بايدي، واحاول ان انا اخلي في ما بينهم مسافه. ده شيء ضروري وهام جدا، انتوا عرفتوا السبب وشفتوا النتيجه. هنستمر. يلا حلو كده جدا. فاضل دفعه واحده بس. تعالوا كده بصوا هنا بصه، الرز ده اتشرب. بما ان الرز اتشرب فانا هوطي عليه اقل درجه حراره ممكنه واغطيه واسيبه لغايه تمام التسويه. سمر هتجيبه لكم حالا وبعدين. ايوه هو ده كده، الرز اتشرب خلاص وعمل الثقوب اللي حضراتكم شايفينها دي، انتوا طبعا عارفينها. بعد ما بيوصل للمرحله دي خلاص بوطي عليه، برجع اغطيه مره ثانيه واسيبه حتى تمام التسويه. بعمل ايه هنا؟ انا هنا بقلب قطع الفراخ اللي استوت خلاص. نستمر كده في التقليب. طيب على ما ده يحصل هنعمل ايه قبل ما نطلع فاصل؟ عشان انا عارف ان سمر هتقول لنا ان هي عايزه فاصل كمان دقيقه ولا حاجه، صح؟ احنا مش هنسيب لها الفرصه دي. عايزين نعمل صوص الزبادي قبل ما نطلع الفاصل، عشان هو سهل جدا وبسيط جدا، ياخدش وقت. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. هنجيب الاناء ده ونحط فيه الزبادي. احنا قلنا المقادير قبل كده. يلا وهاجي هنا اجيب المضرب اليدوي ده السلك، واحط هنا التوم ومقدار معلقه من عصير الليمون وخل خفيف، ملح وفلفل اسود، وناخد بقى الطحينه ننزل بيها هنا. يلا بينا ناخد نص كميه ورق البقدونس نحطهم هنا، والنص التاني هنخليهم لمرحله اخرى واحنا بنقلب ننزل بالزيت. يلا بينا.
يلا يا استاذه سمر يا ام مريم. احنا تعالي كده يا سمر هنا نشوف احنا عملنا ايه قبل الفصل. قبل الفصل شوحنا الفراخ وعملنا كمان صوص الزبادي بالطحينه اللي سمر هتوريه لكم حالا دلوقتي. وكمان في نفس الوقت كان عندنا العيش المتحمص والسوداني المتحمص اللي ممكن نستبدله بلوز متحمص او صنوبر متحمص. احنا غلابه فبنستخدم ايه؟ سوداني، تمام؟ انتوا ممكن تستخدموا حاجات اخرى، يعني ممكن تحطوا صنوبر باعين، تحطوا مثلا لوز متقشر متحمص متحمر، هيبقى جميل جدا. طيب انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا سايب الرز يستوي، بعد ما يستوي الرز هقدر اقدم الفته دي زي ما هي كده خلاص، مش ناقصها اي حاجه تاني. هنيجي هنا ناخد الرز خلاص، احنا بنقدم كده الطبق الاخير القبل الاخير، نقدم هنا كده الرز، نحط كميه الرز كلها ونفردها بالشكل ده اهوت، ونروح جايبين العيش، حاطين العيش ده حوالين الرز داير كده، او ممكن نحط شويه هنا كده وشويه على حسب بقى ايه الشكل اللي انتوا حابينه او اللي انتوا شايفينه ان هو شكل مثالي، تقدروا تستخدموا الشكل اللي انتوا شايفينه او الشكل اللي يعجبكم. حلو جدا. وبعدين هنجيب الفراخ ونحطها هنا في النص، طبعا في تقليب هيحصل عند الاكل، وناخد صوص الزبادي ننزل كده حوالين الفراخ داير ونحط ايه؟ السوداني المتحمر. شايفين حلاوة وجمال الوصفة البسيطة؟ البسيطة جدا. فين البقدونس؟ اهو. ممكن بقى ورقتين من البقدونس كده يدوا طعم حلو برضو جدا، مش فاضل بس غير